ضيفي بتسعدني كل ما بتكون معنا باستوديو إذاعة لبنان. ضيفي اشتقنا لوجودها معنا لحتى نتعرف على أخبارها، نسألها شو جديدة. ضيفي إنسانة طبيعية قريبة للقلب، شطورة، وأنا بحبها كتير، المخرجة رندلا كوديح. بونجور. ما فيني ما أقولون. هلا وسهلا فيكي. هلا وسهلا فيكي معنا بإذاعة لبنان. قلنا زمان. ايه من وقت غزل البنات. صحيح. ايه مزبوط. مزبوط. آخر لقاء كان مع معك ومع نادين. نقول لك كمان صباح الخير لنادين. أكيد. للبامبينو الحلو. بامبينو. الله اسم الله. اسم الله عليه. رندلا أهلا وسهلا فيكي معنا بإذاعة لبنان. تانكيو حبيبي. صبحيتنا حلوة معك لندردش سوا. تنقلك أنت أول شيء، أنا لأنه أنا بحب تمثيلك دايما بسألك رندلا أنت وين التمثيل؟ وين التمثيل يا رندلا؟ ليش حرمتينا من تمثيلك يا رندلا؟ هلا التمثيل أنا أكيد بحبه كتير يعني، بس ما يعني ما مش عم ينعرض علي شيء من بعد حكاية أمل. أكيد يعني عم ينعرض كل سنة ويرجع يعرضوه. ما عم لاقي هيدا الدور اللي بعد أقوى من من حكاية أمل. وبلس مني يعني عندي شركتي وعم بشتغل بالكليبات، واذا عندي مسلسل يعني بدك تفضيله للتمثيل، بدك تتفرغي للتمثيل، تتفرغي وتكوني كومبليت. اذا عم تلعبي شخصيه خلاص يعني ما بقى تفكري تركزي، إيه هذا الممثل المزبوط طبيعي وبعرف الباقي. بس انه خلاص بدك تاخدي حياه، نمط حياه لإليك للتمثيل بس. نعم. مش بس نجي نسمع ونفل، لا. ويكون شخصيه عم بلعبها فيها كتير شغل بسيكولوجيك وشي نفسي وشي هيك. ايه بتحبي الشخصيات المركبه يعني؟ مزبوط. ايه نعم، لانه بالنهايه لما بدك تمثلي دور بيقولوا ابدعتي بشو، بدك تعطي شيء عكس كومبليتلي شخصيتك وشيء جديد ما انعمل. نعم. طيب رندلا، يعني هون بنرجع لشغلك الخاص انت لشركتك، للفيديو كليبس، لتعاملك مع الفنانين. أيه. اللي بتطلعي لنا اياهم هيك حلوين. حلوين حلوين. وقديش التعامل معهم حلوين، قديش الايجو بتاخدك لمحل انه الايجو تبعيتهم يعني حتى تقدري تتعاملي معهم. هلا ليك بتعرفي قديش انا صرت اعمل كليبات في فنانين كانوا معروفين كتير او جداد، ما بقى خص، هي كل واحد نفسيته او شخصيته. في منهم عن جد اصحاب وممكن توثقي فيهم وتروحي للاخر وتكملي، وفي منهم مكمله معهم يعني من كليب للتاني للتالت. في منهم بتحسي انه بيجوا مثلا بيوعدوك بشيء وانت بتاخديها على الصداقه، هيدي اكس بدي اعمل على هالشيء. بالشغل ما بقى في صداقه، شغل وصداقه شيء. لا اذا بدك تشتغلي بزنس على صداقه، نقلها رد بتقعدي على الرصيف، بتقعدي على الرصيف وبتحمي تنكي، بتعامل مع الاخر مثل ما بحب يتعامل معي. نعم. فلما بشوف انه هيدا الشيء ما بيحترمه فخلص ما بقى عمره ما بقى عملها يعني. ففي منهم اكتشفت انه مش كلهم كتير قليل، انه نعم. خلص لازم انتبه انه ما لازم بقى اوثق او كون هالقد منيحه. المعروف عنك رندلا يعني عندك صورتك لما بتنقليها بالفيديو كليب دائما بيطلعوا سيداتك، اذا بدنا نقول الصباياك هيك شوي جريئات، يمكن بيطلعوا بطريقه مختلفه، اذا ما بدنا نقول جريئات بيطلعوا بطريقه مختلفه عن العاده. قديش بتشتغلي انه انت دائما يكون في عندك شيء فكره هيك، فكره مجنونه مثل ما الافكار المجنونه اللي بتطلع براسك يعني بالايام العاديه؟ هلا ليكي يعني مش حيلا فنان فيك تحطيه بشيء جريء، مش جريء يعني حسب شو الجرأه. هلا انا الفنان بكون كتير قريبة منه فترة قبل التصوير، يعني بتعرف عليه، بتعرف على شخصيته أو عليها. قديش فيني روح بشخصية صعبة، لأنه مرات أنا حسب الغنية كمان، إذا بدي أعمل مثل قصة صغيرة أو بدي أعمل شيء استعراضي هذا بيختلف. في منهم بيحبوا الاستعراض بس أكتر فنانات، يعني نشتغل التياب وديكورات وحسب كمان البادجت. وفي منهم بدهم قصة، بيحبوا التمثيل. يعني بتحسيون أنه جايين لعندي أنه أنا إحنا بدنا نمثل. تنبسطي مثلا بالأشخاص جايين لعندك أنه بدهم يعمل قصة بالفيديو كليب غير أنه بس لتطلع بس للإغراء؟ أكيد أكيد، لأنه أنا ما بحط بس شخص قدام الكاميرا يغني، لا. يعني ما بكون عملت شيء، ما عملت شيء جديد. يعني دايما عندي مساج معين بدي أحطه بالكليب. فبعمل مثل فكرة صغيرة بقول لهم أنه حابين تمثلوا، قادرين تمثلوا. أنا بشوف جربهم قبل بوقت، بشوف كيف قديش فيهم يعطوا. نعم. كان في زعل أو كوميدي، كوميدي أصعب أكيد. وبالتصوير في مرات أنا بساعدهم في طريقة،
يعني بوصلهم لهيدي الحالة اللي بدي اياها. بتسميلهم بدنهم مثلا. مرات بحطهم بحالة ببكيهم يعني، بس انه بكون انا اخذت اللي بدي اياه. اهارة يعني. بعدين بجي بعبطهم حياتي خلاص. خلاص اخذت المشهد اللي بدي اياه. يعني شوي ثقيلة. طيب رندا، لقديش انت مع انه يكون في كم هائل من الاغراء بالفيديو كليب، يعني يكون مركز بس على الاغراء؟ لا ما ضروري يكون في هيك، في شيء اسمه اغراء بطريقه كتير كلاس. يعني المراه انا ضد انه تفرجي كل يعني كل مفاتنها. هيدا ما بحسه انه هيدا انه بيوصل لها. في فنانات بيحبوا هالشيء، انا ما كتير بحبه. ممكن تفرجي الاغراء بشعرها، بعيونها، بايديها، بنظراتها. هول الاغراء المراه ممكن يكون لابسه كلها مسكر، بس في اغراء هي شخصيتها هيك. في ايحاءات هي اوقات بتوصل لهالنوع من الاغراء، بس انه ما تركزي عليها. يعني انا مش ما عم نبيع كيف بيقولوا سيلفليش، يعني ما يعني بالنهايه في شيء كلاسي، في شيء بده يعني المساج اللي انا بدي مرقه من نعم. خلال الفيديو كليب ممكن الفنانه تكون عم فرجيها حلوه، ما بالنهايه انا الكونسبت تبع الفيديو كليب تطلع حلوه طبعا، وبطريقه شوي سنشوال، مش يعني تطلع سنشوال. فهيدا الشيء انا اللي عم جرب اعمله. وبعدين انا نظري كامراه كيف بحب شوف المراه، نعم ماني مش مثل الرجل كيف يشوف المرأة، غير يعني ممكن المخرج الرجل يشوف المرأة بطريقة غير عني. صح. كرمال هيك أنا هون عم بسألك، كرمال هيك أنا عم بسألك رندلا، أنه أنت كونك مرأة كيف بتشوفي صورة المرأة، وكيف يمكن المرأة بتقدر تنقلها بصورة أصدق، خصوصا إذا كانت مرأة تفكيرها طبيعي يعني. مثلا انا بالنهايه المخرج كل واحد شخصيته بحطه بالشخصيه، شخصيتي انا ما بحب التزليط يعني بحياتي العاديه ما بلبس مزلط كتير. نعم. ما بحب، ما بيعني لي الموضوع. ففيكي انت تفرجي المراه، انا كتير بركز على الوجه. أوكي. على تعابير الوجه، الشعر كتير مهم، لانه الشعر المراه هو دجا لحاله سنشوال، ايديا حركاتها هالانوث يعني اللي فيها من زمان وجاي انه الشعر هو مصدر اساسي للاغراء. هاي اللي عم اقول، في كتير انا اكتشفت ان الفيسبوك في كتير بيحبوا الاجرين، يشوفوا اجرين صبيع الاجرين فنانه بلا شوز، بيقولوا لي بليز صوري الفنانه بلا شوز، انه عندهم مثل هوس ما بعرف ليه. انه في شباب اذا بدهم يتعرفوا على صبايا بيعملوا جهدهم انه يتعرفوا عليهم. طيب في هيدي ما في شيء بالشتويه مثلا شو بشلحوها من اجرها، يعني انا بالصيف لابسه ساندال ماشيه بالثلج بلا مثلا. فهول الاشياء الصغيره فيك تركز عليهم بلا ما تكوني فالجر. عم تشطف؟ شوفها هي عم تشطف. تشوف اجريا. في ناس بحبوا ما بعرف ليه عندهم هوس. كل واحد على، في منهم بحبوا الايدين، في منهم بحبوا شعر. قديش الرقص هيك او يعني بهمك بالاغنيه؟ عاده فيك تعملي صوره، فيك تعملي فيديو كليب ما فيه رقص مثلا. انا ما كتير بحبس، في منهم مثلا بيعبوا موسيقى برقص. انا لا، الرقص المفروض يكون له معنى، انه ليش جاي الرقصه هون طبعا، يعني بتكون باطار الفكره. لا هلا خصوصا اذا كان كمان الواحد عم بيتعلم، واحد اثنين ثلاثه، يعني مش انه عم يكون في تصميم تبهي. رقص لا، نحن منجيب كوريوغرافر بفير بيعلم الدانسرز قبل بوقت. المغني اوقات ما بيعرف هو يرقص. مزبوط. يعني ما هي اللي عم بقول، انا بلبنان مش كتير فيك تحطي فنان عم بيرقص، لانه كتير قليل. يعني مش مثل برا، يعني في ليونه معينه، في ما فيك تحطي فنان بتابلو رقص لانه على الرقص طبيعي. وعلى السبور هذا شيء من هن صغار، في عندهم خلفيه. مزبوط. من الاول. هلا في فنانات قادرين يعملوا تابلو رقص، بجرب انا، بس ما راح يعملوا كوريغرافي كامله، راح انا بحط لهم مثلا كم با صغير انه يعلم بالكليب انه هيدا با لهم، او حركه معينه للفنان بس، والباقي هن بيكملوه الدانسرز. بس ما فيك تحطي فنانة يعمل رقصة كاملة للآخر. يعني بفهم منك انه هيدا الشغلة انت بتحبيها، يعني هيدا اللي هي اللي بعدك عنا، عن نحنا، عن التلفزيون، عن الدراما، العالم، الاخراج اخراج الفيديو كليبس، هذا اللي بيعمل. تعرفي عالم كتير حلو. هلا نحنا تبهي بيقولوا انتو مخرجين الاخراج، مخرجين الكليبات، حدا يجي من اللي عم بيحكوا يعملوا كليب لنشوف قديش فيهم يعملوا كليب. يعني هيدا الحكي اللي بسمعه كل يوم، انتم مخرجين الكليبات. طيب يعني تفضل يا استاذ او يا استاذه تعملوا فيديو كليب، فرجوني شطارتكم. طيب انت عملتي اخراج لمسلسلات وعملت عم تعمل اخراج للفيديو كليبس، الاصعب تعتقدي انه هو يمكن اللي بدك تمرقيه على كذا حلقه تمرقيه بثلاث اربع دقائق؟ لكن المسلسل فيه اوريدي نص معين، انت عم بتقطعي عم بتمرقي مشهد
بصوره معينه، انت عم تعطي نمط لمشهد. نعم. بالكليبات انا عم بعمل كل شيء من اول للاخر، يعني عندي موسيقى، انا عم بخترع الفكره، انا عم بخلق مود للفنان، بدي احط ستوري بورد، بدي احط ستوري بورد، انا عم بخلق لوك لفنان، يعني عم بعطيه لوك. هيدي صعبه، اصعب، لانه ممكن يا بتنجح يا بتسقطيه للفنان. صحيح. يعني انت عم تخلق مود ولوك معين للمشاهدين وكل الفانز ناطرين انه شو لابس او شو عامل اليوم. فهيدا الشيء كتير صعب، لانه مسؤوليه عليك مليون مره اكثر. هونديك لا، انه مسلسل في فكره معينه، ما فيك انت تخترعي تياب، او ما في نمط مثلا بالعصر هلا او ايبوك او شيء، في شيء معين بس بالكليب. وبلس عندي الديكورات والتياب وبعدين هو لانه كمان لوقت معين، يعني قديش بتعدي عندك 4 لـ5 دقائق. صحيح. بدك تحطي فكره، اول شيء بدك تحطي سيت اب يبهر حسب الكليب، بدك تعملي كاركتر للفنان، تخلقي له كاركتر يعشقوه، مش يقولوا طلع مش كتير فيك، لا. وبدك بهال5 دقائق تمرقي مساج يكون هالقد دايركت للعالم، ما كتير يفكروا، وبنفس الوقت يكون ذكي. كذلك. طب هلا اي اسهل بالتعامل، انك تتعاملي مع الفنان الانثى او الفنان الرجل؟ ما دخل انا يعني مين اسلس بالتعامل، مين ما بتعبك اكثر؟ ما دخل هلا الفنانه، لانه في وقت اكثر ميك اب وشعر، وبدك تنطري وبدك تغنجيها وبدك عرفتي الفنان دغري بتزبطيه شوي جاز وخلص بس الفنانه لانه بتعرفي بدها تركز ميك اب، بده ياخذ وقت، فهيدا الوقت تضيع الوقت، بدنا ننطر. بصير انا بعمل زبط مثلا بهالوقت عم ننطر، بكون عم صور شيء ثاني. نرجع لكم مستمعينا، وبنرجع لنتابع دردشتنا مع ضيفتنا المخرجة رندلا قديح. رندلا، بنرجع نحن وياكي للدراما. أي. للدراما اللبنانية، يمكن عم بيكون عندك وقت تتابعي، ولا مثل غيرك بتقولي ما بحضر شيء؟ بتحضري؟ هلا ما فيني احضر كل الحلقات كل يوم، بس يعني في شي مرق بتحضري. اكيد مرق كم شغله. يعني عجقه رمضان، هل انت مثلا مع هالزخم برمضان وبالاخر كل السنه برجع بحفظونا اياهم؟ هلا المشكله انه برمضان يمكن لانه بيك تايم والدعايات اكثر، ما هني كمان بيفكروا برودكشن ماديا، وانه العالم العربي كله بيكون صايم وبيرجع على البيت وبيحضر. بس لتلحقي تحضري قد ايه كانوا شي 60 مسلسل؟ يعني كيف بدك تلحقي تحضري؟ ما بتلحقي. انا انجا شفت مشهد من كل شغله، يعني بس ما عرفت شو الفكره. ما فيك تحضري ولا مشهد؟ لا لا لا. فبدك ترجع تحضريهم بالليل على اليوتيوب يمكن بس. نعم. ينزلوا وبيرجعوا بيعدوا لك يوم بعدين. هيدا سياسه التيفيات. ما فيك. طب انت اول شيء شو رايك هلا بتطور الدراما اللبنانيه؟ هلا اكيد نحن احسن، يعني عم نبين من قدام المصري والسوري يعني صار كمان هيدي الخليطه العربية عربيا، تشوفي انه ممثلين من كل البلاد بمسلسل واحد. صح. في منهم عم بيحبوه، منهم لا. اللبناني هلا عم ببين اكثر، بس انه بنرجع بنحكي انه نحن ما فينا نقارن حالنا ماديا انتاجيا قدامهم، لانه هن عندهم بيج بادجت وعم ببيعوا لام بي سي وقنوات كتير مهمه. نحن الارضيات بعدهم لهلا عندهم بادجت معين، هيدا الشيء اللي عم بيخلي المنتج انه ما يقدر يعني يحط اكثر من هيك ليبيع المسلسل. فهيدا الشيء كمان بيصب عنا المخرج، بدي اعمل مثلا مشهد معين ما اقدر اعمله لانه ما عندي هالامكانيه هالقد كبيره اقدر. هذا بيجيبنا على ذات ليلى، المسلسل اللي حضرتك هلا يعني انت اخرجت هذا المسلسل. أي. وعم بينعرض على شاشه المسلسل اللبنانيه للارسال على ال بي سي. هون لما بتكوني انت مستلمه نص وعم تشتغلي عليه وبتحسي انه البادجت كمان ضيقه وعم تحاولي انك تقدمي شيء وما عم تنقل الصوره مثل ما انت بدك اياها، اذا بدنا نعمل هالمقارنه، اول شيء هذا بحزنك بزعلك انه عم تشتغلي عمل ويمكن منه قد طموحك، ما بعرف. ليك لقلك شو، نحن مثلا بكون انا كل واحد كل مخرج مثلا بده ياخذ نص او حيلا عمل، قد ما فيك انت تعطيه او يقدر ينفذ شيء اضخم من هيك، يعني ان كان معدات اذا يعني نحن معودين، لانه بيرجع بيقولوا لنا انتم بتشتغلوا بالكليبات او الاعلانات معودين على شيء معين، هذا الشيء ما فيك تنفذيه بمسلسل مثلا 30 حلقه وكل حلقه ساعه،
هيدا أول شيء بادجت أكتر ووقت أكتر وعم تدفع إكيب أكتر وعندك يعني ما فيني أنا أجي أعمل كولورينج وريتاتشينج لمسلسل إذا ما عندي الإمكانيات اللي هو أنا ما ممكن أنا أحط على تي في مسلسل مش عملت له كولورينج وريتاتشينج لأنه هذا كتير مهم. هلأ كل المسلسلات عم تنزل في كولورينج وريتاتشينج بس ذات ليلة ما قدرنا. أول شيء كان عنا وقت كتير ضيق يعني بلشنا تصوير كنا أوريدي بثلاث أرباعه ودجا بده ينحط على الهواء فهيدا الشيء يعني صار تضييق وقت ويلا بسرعة وبدنا ضروري نخلص. وهيدا طب لنكون صريحين رندلا أنت يعني من بعد غزل البنات قطع غزل البنات سنتين يمكن أي. سنتين رجعوا حطوه هلأ الفترة وهالمرة حطوه بس حطوه صح هلأ أخذ حقه حطوه صح لأنه أول ما انعرض كان صار فيه خلب بعد سنتين لما بترجعي بتعملي عمل قديش انت بتكوني راضية عن العمل وانت ما كنت راضية عن غزل البنات قلت انك انت كنت راضية عنه كإخراجيا لغزل البنات هلأ كنت راضية بوقتها بس بوقتها. بضل في مليون شغلة نووي يعني ما فيك تقول هلأ انت راضية عن ذات ليلة ذات ليلة في كتير اشياء بعد كان فيني بعد اعمله أكتر بس ما قادرة يعني حاطين مثلا تكون عندي مثلا مشهد بدي صوره طب انا شايفته مثلا بطريقه معينه ما قادرين ينفذوا لي اياه مثل ما انا شايفته فمجبوره نحن عم نحكي انتاجيا هلا الظروف مجبوره الانتاجية. انا اعمل باللي موجود اكيد لانه كمان في ما فيني انا كمان اضغط على شركه الانتاج انه لانه هن كمان عندهم مع التي في اللي عم ينباع المسلسل فمجبوره طيب اوكي عندي هذا الشيء رح جرب قد ما فيني اعمله بهذا المضمون طيب يعني معلش كمان اذا بدنا نحكي تنكون هيك اذا بدك نكون نوتر ونكون صادقين مع حالنا لما بتكوني عم تشتغلي عمل وعم تشتغلي بشركه انت اي شركه انتاج قديش بتحسي انه المنتج بيكون يعني تدخله بيزعجك او بيريحك قديش هلأ اي انا اشتغلت مع الكل يعني مع كل منتجين اشتغلت مسلسلات هلا المنتج بالنهايه بده يتدخل لانه العمل هو عم يدفعه بس انا ضد انه يتدخل تكنيك او يتدخل بشيء كيف بدي اقول يعني نحن مثلا نحن بس يكون عندي اكيب انا مثلا بذات ليله ذات ليله بلشنا بمدير تصوير رجعنا غيرنا رجعنا هذا الشيء كمان يعني ما بيفرق بالتصوير بده يفرق الصوره بدها تفرق بالنمط بالشغل بده يفرق في اشياء مثلا انا حطيته معوده على نمط معين بشغلي ما بلاقيه انا بالدراما لانه انا عندي اكيب معين الليفل تبع الكليب او ما فيك انت تقارنيه بالمسلسل الكليب انت بخمس دقائق عم تحطي بادجت معين بالمسلسل ما فيك هالقد تروحي عالي يعني ممكن يكون البادجت كليب اكثر من بادجت مسلسل رندلا في مرات بكليب عم نحط بادجت اكثر بس ما تنسى انه الكليب عم ينعرض مليون مره مليون قنوات يعني المردود اللي عم بيرده الفنان يمكن اكثر من المسلسل وهلا صار في مسلسلات عم ينعرضوا على اكثر من قناه حتى ارضيه اذا ما بدنا نروح فضائيات يعني بكل فتره حتى بتشتري بتروح بتذيع مزبوط بس تشوفي قد ايه بس بتعرضوا قد ايه قد عم ينباع هيدي اللي ما مش عارفه كيف انا كتير فايته فيهم بس انه حسب ما عم بسمع فبيزت ليلى هلا اوريدي انا يعني حظ حلو انه عنا كل الممثلين جيدين جدا واسامي كبيره وكان التعامل معهم كتير حلو يعني انا صراحه اللي هيك علمين براسي كان حدا منهم فادي ابراهيم وبرناديت حديب اللي رح تكون معنا بعد شوي انا اكتشفتها بالتصوير انا بعرفها من مباراه التصوير نعم. يعني شفتها باخر بالفيلم يعني لما حكيت مريم عشقتها ما في حدا بيحبها انا من وقتها بس تعرفت عليها بالتصوير عن جد كانه بعرفها من زمن تلولي وصرنا كتير اصحاب يعني عن جد انا بعشقها كانسانه كمان قديش طيبه قديش قريبه منك قديش عفويه مثل ما هي ما في عندها... كارول الحاج طبعا اللي اخذ وسام حنا وميشيل غانم فولين حداد جوتراد في جوتراد وجيش صقر عندنا كمان وفاء ترباي الكبير ماما وفاء ماما وفاء هيك بتحبي عيطولها ماما بتجنن. وفاء بتجنن نحن بدنا ناخذ اتصال من مع برناديت حديب الممثله الرائعة يعني لما حكيت مريم ذكرتي هالفيلم قديش هيدا صار نقطة أساسية أنا يعني... بكتني أنا بكيت بالآخر يعني قديش كل امرأة لما تحضر قديش هالقد أف يعني كل مرأة مظلومة كل مرأة يمكن إذا بدهم يحكوا مع أنه الفيلم كتير بادجت صغير إذا بتلاحظين عمل حتى تصويره كتير سامبل وما في شيء بس عن جد بس في أداء هي يعني هي وطلال الجردة قديش غريب. كانوا رائعين ثنائي حلو مع بعضهم صباح الخير
صباح النور. بعدك واعية برنا؟ بعد لا أصل لي نص ساعة واعية. منيح يعني أول ما بلشنا منيح. يطلع منيح الإذاعة ما كتير. أول ما بلشنا. بحة مغرية. حبيبتي thank you. برناديت عم نحكي عن مسلسل ذات ليلى وعم نحكي عنك أنت كممثلة كبرناديت حديب. هلأ من إلا تعريف؟ ايه انت بتعرف ان احنا قديم بنحبك مثلا ايه بتعرف قديش انت ممثلة للعظم يعني حتى النخاع ليكي هيدي المحبة عن جد هي زادنا وزودنا بالحياة وهيدا يعني هي نعمة من الله بمنفي علينا نحن وخاصة الممثلين والفنانين لأنه بدون محبة العالم وخاصة محبة الناس القراب يعني ما منعود ما بيعود إلنا قيمة أنا يعني هيدا رأيي بالنهاية كل إنسان بده بس مش كلهم بيرنا مش كلهم بينحبوا مش كلهم أنا ما فيني شهدت مجروحة ايه كذبة على الهواء عم تفضحي ايه لا مش عقول انت لا behave اوكي نسيت برنادات يا ريت بس تقولي لنا كيف التعامل مع رندلا على السيت لانه هي قالت اوقات بتستفز يعني الفنان لحتى يطلع منه بالفيديو كليب قديش بتستفزكم على السيت بالتصوير خلال العمل لحتى تاخذ المشهد اللي هي بدها اياه ليك انا بقول لك الحلو برندلا بالشغل انه حدا كتير رايق حدا بيعرف شو بده حدا محضر شغله وهذا شيء كثير بيساعد الممثل هذا واحد اثنين لما الممثل ما يعطي مثل ما هي بدها مش من النوع اللي بتصرخ وبتعيط ويلا ومدري لا بتجي عند كل ممثل بتحكي معه على رواق بتقول له شو هي حاسه بالمشهد يعني بتصير في نوع من النقاش بينه وبين الممثل وهذا الشيء كمان بيحلى كثير على السيت حدا متطلب لازم تكون متطلبة وإذا ما بتكون متطلبة بيكون في شيء غلط لأنه بالنهاية هذا المسلسل هو مثل المسبحة يعني إذا حب بتفرط فيه بيفرط كله سوا فهي بدها تطمح للبرفكشن للكمال واللي هو طبعا صعب بدوماننا وصعب بمسلسلاتنا للأسف لأسباب عديدة ولكن هيدا الشيء بخليك تتطمني إلى نوعا ما أنه أنت عم تشتغلي بين أيادي أمينة حتعرف وتقدر توصل لك إحساسك كممثل أو شي برا رمضة لو شوفي لوين بتوديكي يعني جد أنه إذا أنت أنا إحساسي كممثلة ما بيصل صح صحيح بالنص اللي عم قوله للمشاهد حأفقد أحد الشخصية حتفقد مصداقيتها ومش رح توصل بشكل لذيذ طب هلأ أنت برنادات أنت بعودتك للدراما يعني إلك فترة كنت ما عم نشوفك على التلفزيون بعودتك بذات ليلى هل بتعتبري انه ذات ليلى صراحه مش لانه رندا موجوده معنا بالاستوديو ساتسفايد انت مكتفيه انه حسيت انه انا عودتي كانت منيحه لا ولا مره انا بحس انه عودتك اصلا يعني انا ما بحس انه كثير بعدت او قطعت لانه كنت عم بعمل تلفيلمات يعني عم بقطع بتلفيلم حلقة واحدة حلقة تلفزيونية واحدة هلا مسلسل كمسلسل ايه اللي زمان ما عملته وهيدا يعني كنت اخدي قرار انه انا ما بدي اعمل مسلسلات وبظن انه كنت اخدي القرار الصحيح يعني ما بتظلم عليك عم معناتها يعني انت ما كنت مانك كتير راضي عن دورك بذات ليلى او لا عن دوري انا كتير راضي عن دوري بذات ليلى راضي عن الشخصية وراضي يعني عن جزء كبير من العمل لا في ساتسفاكشن لا كلنا عم نتعاطف معها لندى يعني انه عادل من هو هي النسوانجي ومكتر ايه لا نسوانجي قليلها قليل عليه وهي شلمصتي هي ندى شخصية مثالية صار قليل وجودها ونادر وجودها بمجتمعاتنا ولكن حلو كمان انه نضل نورجي انه في ناس عن جد هالقد متمسكين بقيام وتقاليد وعندهم محبة داخلية وصفاء ذاتي هيدول الناس بعدهم موجودين وحلو انه نرجع نوجه الناس على هيدي المثالية
فمن هيدا المنطلق أنا حبيت دور ندى وحسيت أنه ممكن أني وصله أو أني عيشه من وراء لشخصية حية. طيب ممثلة بحجم برناديت حديب بالعطاء اللي مقدمته خلال سنين عملها بالمجال التمثيلي، إن كان بالمسرح إن كان على التلفزيون، يعني لما بتتفرجي على الجينيريك بيلفت لك نظرك إنه في شيء أوبس. إيه أوبس هيدا الأوبس شو؟ يعني ما بعرف إذا أنت كمان يعني بهمك هيدا الموضوع، ولكن أنا يعني كمتفرجة حسيت إنه في شيء مش طبيعي، مش ظابط، يعني مش بمحله. ليك أول شيء لإلي أنا كممثلة، أنا دايما مثلا بس يستضيفوني بمقابلات كان على التلفزيون ولا على الساعة أنه النجمة برناديت حديب، أنا بقول لهم أنا حبيبتي لني نجمة ولني مذنب، وهيدا اللقب وهيدا اللقب اللي دايما بضيفوه للممثل أو للفنان ما بيزيد ولا بأخر من قيمته الفنية أو من عطائه الفني. أنا بصراحة الجينيريك يعني إذا بدنا نسأل حدا عنه مفروض نسأل مين اعتمد هذه الطريقة بالأسامي. أنا ما بدي الجينيريك المنتج، الجينيريك المنتج اللي معلوف هو اللي عمل الجينيريك. إيه فهلا أنا كان في اتفاق بيني وبين إلي معلوف، وللأسف يعني ما نزل بالجينيريك بالشكل المطلوب أو بالشكل الصحيح اللي اتفقنا عليه. بس ولكن أولا وأخيرا أنا بعتمد على أدائي للدور، وبعتمد على محبة المشاهدين لهيدا الأداء، لأنه لا التسلسل أو تراتبية الاسم هي اللي بتعملك ممثلة ناجحة، ولا هي اللي بتخلي الناس تحبك وتحب لك شغلك. أنا بقول أنه الممثل بيثبت حاله بشغله مش بكيف عم بينحط اسمه، يعني مش الاسم كيف بينزل بالجينيريك أو بأي طريقة، أو إذا في قبله لقب أو ما في قبله لقب، هو اللي بيعمله ممثل جيد أو لا. على كل حال يعني هون ما رح نقدر نحكي أكتر عن أدائك وعن الطريقة اللي بتشدي فيها المشاهد. بعدنا هلأ أنا ورندل عم نحكي عن لما حكيت مريم قديش بعدنا لهلأ متعلقين بهالفيلم، ويمكن من وراء هالفيلم شديتينا أنه نتطلع بممثلة اسمها برناديت حديب. أنت وين من الأفلام؟ أنت وين من السينما؟ وين من المسرح؟ أين أنت برناديت حديب؟ إذا بدي أحكي يعني إذا بدي أحكي عن برناديت حليب كبرناديت حليب، يعني أنا أولا وأخيرا ممثلة، وممثلة يعني ما عندي الصلاحية أو القدرة إنه أقول أنا هلأ بدي أعمل سينما أو أنا هلأ بدي أعمل مسرح. يعني ما عم بينعرض عليك السؤال، إنه ما عم بينعرض عليك؟ لا مش بينعرض علي، ولكن بدك تشوفي شو اللي عم ينعرض، شو بيناسبك. نعم هذا المناسب، بخلي برناديت حليب بالمستوى إنه ما تنزل عن المستوى اللي الجمهور والمشاهد تعود يشوفها فيه. هذا واحد، فبالتالي بتصير الخيارات كتير قليلة وكتير صعبة. فسينمائيا حاليا ما في شيء، يعني لا عم يتحضر، وفي كورمتراج مبدئيا لازم انه يتصور قريبا مع الممثل جورج خباز. اما مسرحيا سنة الماضي كان عندي ظهور مسرحي بمسرحية مزدرة مع كارلوس شاهين، وحاليا عم حضر مسرحية كمان اسمها مأخوذة عن رومان ليزون دانجوروز مع المخرج جقده، وان شاء الله بشباط بتشوفونا على خشبة المسرح ان شاء الله. بس نحن بدنا نستضيفك معنا بالاستوديو لنحكي معك ونكتر قبل ما يبلش السيمستر الثاني، وما نقعد فينا نحكيك لانه هلا هي يعني حره طريقه شرطه امبارح. انا هلا بدك تكوني ضيفتنا بالاستوديو قبل ما تصيري مرتبطه، بتصيري بالتدريس، بتروحي على التدريس. يعني رولا انا بتشرف عن جد، يعني اهم شيء جيبي لها شوكولا او جاتو. كثير اذا ليكي انا ليك صراحه هلا بين المزح والجد، أنا أي إذاعة بتحب تستضيفني أو أي حدا بحب بشارتهم إنه شو حتى عموني جاتو أو شوكولا. لا هلأ قهرتني، يعني هالجسم الحلو جاتو شوكولا. أنا كثير بحب جاتو شوكولا. عم التصوير إيه بيرنا؟ تقهر بيرنا بتطلع طلعت جاتو هالقد متر بتاكل اسم الله بتحرق. نحن قاعدين إذا شمينا الأكل شمينا الريحة نحن مصير ننصح وحيد ألا ليك عن جد بلا حسيد تتشود تتشود. أنا إذا بجوعة بصير ببكي كثير ببكي مثل أولاد صغار، يعني هلأ بدي أكل هلأ بدي أكل. فإذا بس كون عندك مشهد بديكيها تبكي عندي جوعية جوعية خلاص عرفنا سرك. خلاص
أطيب جاتو لإلي بس تكوني ضيفتنا بالاستوديو برناديت حداب. يا حبيبتي ميرسي كتير على هيدي المداخلة اللي سمحتولي فيها. وميرسي كتير رولا لأنه عن جد نحن بحاجة لإعلاميين لما يكونوا شوي موضوعيين مش متزلفين مع كل فنان أو فنانة أو ممثل أو ممثلة بيستضيفون. هيدا الشيء شوي هيك بيعطينا راحة بيعطينا صدق وحب ونحس إنه لا عم ناخد حقنا بعدنا مش مثلنا مثل أي حدا دخيل على هيدي المهنة أو دخيل قلت على قلتلهم أنا بعد في أنا ما مثلت شو رأيك بعد في أنا ما مثلت وإن شاء الله ما بتمثل حياتك يا رولا منيحة. من يومين كان عم بيصير انتخاب ملكة جمال لبنان بغض النظر يعني عن هيدا الشيء في زميل ممثل لنا كتب على الفيسبوك يجري الآن انتخاب الممثل الممثلة المستقبلية يعني حلوة حلوة هو تمثيل فيه شيء غريب يعني شيء بيشد عن جد بيغري ما في رقصة ما بدها تمثل عرضة أزياء ما بدها تمثل بعدين هجمة المطربين هلأ هجمة المطربين كله بده يمثل المودلز وكله بقى أنا بوعدك ما رح تعدى على كار مش كاري أنا بوعدك. شكرا لك برناديت حداب على هالصبحية الحلوة نحن وياك ودردشتنا. إن شاء الله عن قريب بنشوفك بالاستوديو أكيد أكيد مع قلب جاتو. ضروري ضروري إذا ما بيكون في قلب جاتو بفضحك على الهواء. لا أبدا أبدا ما رح أقبل يصورها ونزل لك إياها فيسبوك كمان. شكرا لك ثانك يو برنا باي حبيبي شكرا لك برناديت حداب شكرا باي 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 رندلة بنرجع لإلك على الجاتو على الجاتو لا نحن بناكل جاتو بس سمعت عن عد كم كالوري رجعنا زدنا وبتاكل بطاطا وبتاكل مطلع هيك بتحرق اسم الله يلا يلا ماشي عم تقهرنا بس ماشي الحال عادي رندلة العمل المشترك بين مخرجين هلا ما في هو ليك بلبنان لو واحد بده يستلم مسلسل ما في حدا يعني ما دائما بيكون مخرج واحد هيدا التبست أوضح ذات ليلة أنا بلشت فيه صورنا ثلاثة أرباعه تقريبا وصار كنت في اتفاقية بوقت معين أنا كنت عاملة أوريدي كمان بلانز ماضية مع حدا تاني لغير أعمال فوصلنا لمحل أنا ما بقى قادرة يعني بين أنه كنت عن جد يعني ما قادرة أعمل شيء يعني. وصار في مثل أنه بدنا نطلع على الهواء ونو تايم وبارشو هلأ إلي عم بيكمل تصوير مفروض هالجمعة بيخلصوا فبكل حلقة في إشياء هو مصورهم وإشياء أنا مصورتهم فيمكن هيدا ما هيدا بيضعف ولا بيساعد ما مشكلة انه في يعني انا ستيل شيء هو ستيله شيء يعني رح يطلع على الهوا مش انه ستايل واحد اوكي يعني اللي بيعرف تصويري رح يبين يعني في اثنين نوع ستايل اخراج او يعني كل واحد عنده شيء خاص له كيف بيشوف المشهد كيف هيدا حتى بالاضاءه طبيعي يعني كانك حتى لما بتغير دي او بي او بتغير كاميرامان ما كمان بده يغير النمط بده يغير ستيل التصوير انا في شيء يمكن هيك لفتني بالمسلسل وحب احكي عنه كمان على الهواء يعني لما بيكون في عنا اشخاص عم بيتقنوا او عم بيقولوا لكنه معينه لهجه معينه ليش ما بيكون في مين يدربهم عليها يعني وسام حنا لما ناخذ دور المعاز هلا هو ضابط هو عم بيمثل انه ايه اوكي بس ما كان عم بيعطي يعني هو عم بيحكي ما بتحس انه عم ضايع من وين جاي يا ما لا معروف جنوبيه لا معروف شماليه لا هيدي وقت حكينا له ايه انه كانت كتير كثير يعني كانت كتير واضحه وضعيفه لا لك شو هو الكاتب اصلا جنرال جوزيف عبيد نوجه له تحيه الدور تبع وسام هو معاز يعني مشان هيك بتشوفيهم انه عم بيشكوا كلهم انه البنات انه منو يعني منو اصلا بيلبسوا منو معاز وبي يعني تيبين اكثر انه على شوي هبل مش على ريل انه معاز وعم بيحكي لك يعني مزبوطة. مش لحتى يكون مزبوط عم بيموه عم بي مش كثير يعني في محل بتحسي انه على كاركتر على اهبل حتى راحت معه على مصر يعني ايه؟ وعم بيحكي في كلمات طلعوا معه على مصر فيهم البنات انه هيدا منو لانه شنو ما كانوا مقصودة يعني ما كانوا شكوا عرفتي فمشان هيك اشتغلوها انه نعملها بهالطريقه ما يطلع كثير انه اذا اخذ لكني وحده ولبس مزبوط معاز ما في شيء رح يطلع انه هيدا ما في محل بيقول انه شكله موديل او شيء هيك ومحل
لأنه أنت شكلك معاز وبتحكي إنجليزي كمان، يعني هول مثل هنتات وهو ضيع مش عارف حاله كيف بده يحكي. أنا مفرجونا أنه هو فاشل بهذا الموضوع، ما عم بيعرف فاشل مش هو نوع يتنكر يعني كضابط كضابط يعني مش وسام حنا كدور جنة بوجود لوسام أكيد ويسا ويسا بس هيدا الشيء كمان عطى مثل نكهة شوي كوميدي هني مشاهده، عرفتي انه مش كله دراما بالمسلسل، يعني شوي هيك راح على الكاركتر الهبول شوي بس بمحل بتشوفي كيف ينقل فجأة بيصير انه ريل انه جدي. فادي إبراهيم ما في الواحد ما يحكي عنه، فادي إبراهيم هيدا هالإنسان اللي بأي عمل بتشوفيه عنده حضوره الخاص، عنده شخصيته أكيد أستاذ. ايه هلا حرام عم بينزل كتير، رح ينزل بعد يعني اذا كان هيك عم بيعذب بيستاهل. اذا عم بيعذب يعني كنا نجي على التصوير يقول انا ليش عم تعملوا فيي، طب انا شو خصني مكتوب هيك بدك تعمل هيك انه عنده ندى ودير العين وشمال وش مشترك حدا من شره ما كتب عرجال هيك ابدا ما في ما دخل الجمال او الشخصي ابدا نفس الخضره هلا بيزعلوا منا مش كله مش لتربعهم ربعهم لا بعدين هلا اذا جوزك يعني ربعن. ما بيعرف عربي انتبهي على حالي لا بيعرف انا بيعرف كل شيء عم يتسمع علينا عم علينا صار يعرف عربي نسترجي بقى شركتك The Magic Box The Magic Box Yes we do magic هي للإيفنتس نحن كل شيء كليبات إعلانات إيفنت عملت وقتها مرة إيفنت بالكازينو لبنان كان في إلهام المدفعي وجبنا سبانيش دانسر فلامينكو جيتاريست وهيك يعني بحب أعمل إشياء فيوجن بين اشياء سبانيش اندلوسي وموسيق دو موند عربي او حسب شو عم بتنافس الف ترياديس يعني لا 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 ما خصت كومبليتلي ديفرنت عملنا وقتها على مسرح اوركست كان كتير حلو مش يعني رقص مع الموسيق يعني بلوس تابلو اذا بدك مش مش نايت مش استعراض يعني استعراض بس مع حضور الفنان الاساسي يكون جرانديوز الفنان الهام المدفعي عم بعمل هلأ بروغرامات عم بحضر اشياء بروغرام صورنا بروغرام هلأ مع جين نصار جديد رح ينزل عم فوت ببروغرامات صغيرة ممكن تكون ريل تي في شوز ممكن تكون اشياء مصورة بكل العالم بعرضهم انا للتيفيات ويعني مثل كيف برا بيشتغلوا بروغرامات صغيرة بينباعوا اسهل واسرع يعني بالريل تي في يمكن بلبنان ما كتير نجحوا لأنه كتير دقيق الموضوع ما فيك تحطي مين مكان بريل تي في يعني إذا ما بدنا نقول مش كتير نجحوا في محلات فشل ذريع ايه. يعني The Three Sisters كان قمة الفشل ما فيك تحطي مين مكان بريل تي في أنت عم تخلي المشاهد يلحق حدا أو يلحق يعني من أول الصبح لعشية شخصية أو أشخاص إذا هدول الأشخاص ما بيشدوا أنه يعني أنت عم تحطيهم بحياة كل إنسان بده يحضرهم طب مين هيدا الشخص هالقد بيحرز أنه أنت تعشريه وتشوفي حياته وتنامي وتروح وتفيق وتلاقيه يعني تبدأ إيه الموضوع بدك تلاقي شخصية يعني قديش بلبنان أو بالوطن العربي رندلا في مساحة أنك تقدري تتبعي حدا بالريل تي في مثل ما مثلا بأمريكا بأوروبا يعني في حرية أكتر لأنك تتبعي وتفوتي على تفاصيل دقيقة بحياته قديش رح تكون فيها كمان صدق يعني مش شوي هيك لانه نحن طالعين على الكاميرا فيها لا بدك تكذبي بمحل شوي لانه ما فيك هالقد روحي للاخر بريل تي في مثل الامريكان ما في كارديشن وهول ما فيك تعملي مثلهم هون الا اذا هالقد جريئه الشخصيه اذا فنانه او ممثله ما بعرف بس مثلا ستار اكاديمي اتس كايند اوف ريل تي في شوفي قد ايه في عندهم فانز وقد ايه بيحضرون بينطرون شو عم بيعملوا كل يوم شباب ما بدك تلاقي هيدا هي الايديا اللي تلاقيها تتحطيهم بمكان واحد وتعملي لهم قصة ما هي ريل تي في منا كتير ريل كمان ما انت عم تخلق القصص طبيعي ما انت عم تحطيهم بمحل عم تعملي تجارب عليهم صحيح مش انه مثل ما هن رندا لقديح المرأة أيوة. والعنف ضد المرأة أيوة. انت بأي خط بدنا ناخد استراحة غنائية مع نقولها سعادة نخلي يلي عامل أغنية كتير حلوة عن المرأة مظبوط نسمعها سوا وبعدنا نحن وياكم مستمعينا عم نتابع دردشتنا مع ضيفتنا بدي على مصابني مصابني مصايب شو مصابني طبعا نحن وانتم بعدنا من اذاعه لبنان عم نتابع دردشتنا سوا بانتظار زميلنا المخرج جورج عون هيك يحضر لنا اياها للغنيه لحتى نسمعها العنف ضد المراه يا جورج
العنف أصعب شيء العنف للمرأة. أي صاير هيك على الموضة هلأ صار براميت. أوكي براميت براميت دولاب. إيه بتشوفي هلأ بلبنان إنه العنف ضد المرأة كتير العنف يعني مثل كأنك عم تاخدي قهوة كل يوم ما بعرف ليش. بعدين ملاحظة كل ما بتكتر الحملات كل ما يقتلوا كل ما بيزيدوا أكتر مثل واحد إنه يعني أنتوا عم تعملوا هيك خدوا يعني خدوا بزيادة يعني وما حد عم بيعمل شيء. مثلا بأوروبا عن جد إذا مرة بس قالت إنه جوزة حط إيد على إيده عليها بيجوا بياخدوه من البيت. هديك بأوروبا بس طب يعني نحنا شو يعني عالم تالت عالم التالت بعد في تحت في خامس عالم خامس أفريقيا بعد عالم عالم عشرين. أنا بقول عالم عشرين برام بعده باري. طب ليك رندا لا يعني أنت ليش مش بأعمالك بتطلعي بعمل مثلا أنا للمرأة. عملت تلفيل نعرض على الام تي في اللي اسمه ندم. كان في يوسف حداد وأنطوان كرباش تقلى شمعون وألين لحود. كانت القصة صحيح عن المرأة العنف كانت قصة حقيقية. يعني أنا قد ما فيني مثلا إذا حسب إذا بدي خلال كليب إذا ما عندي مضمون أو غنية عم تحكي عن المرأة أو عن الهيدا ما فيني أنا عم بيقول لها بحبك ما بحبك وبيضربها بالكليب. لا 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 أنا ما عم بحكي عن الكليب أنا عم بحكي كعمل يعني مثل قلتي حضرتك تلي فيلم قلنا هيدا عن وقتها عن عمل ايه صح قلنا عن مثلا عن ما بعرف دراما سيريز إذا بتحد يعني مرأة كفى طبعا كتب الطريق بس يضل هيدا أنا الشيء أنا عم بقوله كمرأة يعني مخرج تكون على الست هي عم بتدير إكيب ومثل ما قلنا لأنه المرأة بتفهم وجع المرأة مزبوط. مرأة بتعرف شو عم بتحس كيف عم بتعاني مزبوط. يمكن بتنقل الصورة كمان بطريقة لأنه طارق طبعا قدم العمل رائع. بطريقة مزبوط. رائعة جدا. يبدو أنه صار في عنا عطل بالأغنية نقل رد مشكلة. حتى لو منك معنا أسبوع الجاي منسمعها خلاص أوكي. خلاص بس خلينا نحكي عن هذا عن هذا الموضوع كمان طبعا فيلم كفى اللي كان كمان من كتابة طارق سويد وإخراج إخراج دافيد أوريان مزبوط كمان وجع الروح كمان كان في شيء وجع الروح كان لا كان قصة مختلفة مزبوط. كان يمكن أنماط مختلفة من المجتمع اللبناني قديش في مثلا هيك أشياء تطرف. ليه ما بقى عم نحكي عنهم ليه دايما مثلا بدنا نفرجي فيلا الحلوة وبنات حلوين و... مثلا مش كل اللبنانية عايشين بقصور ما بعرف مش كل اللبنانية عايشين بقصور انه في عنا وجع اكتر من هيك. ليش ليه بيقولوا مثلا المسلسل التركي ناجح تما التركي شوفوا لوين عم بيروح شو القصص اللي عم يعني عم بيحكوا عن مجتمعهم صحيح مش كلهم قصورة في الحي الشعبي. انا من ورا المسلسل التركي عرفت الشاي هذا البريئين بيحطوه فوق بعض بس بعدين مثلا لما بدك تكوني عندك ممثلة عايشة بحي شعبي وحاطة تاتو وحواجبها وتاتو على شفافها والأكريليك يعني وفوسيل الفوسيل يعني هون بيجي أنا مثلا بس صور بدها تفيق من النوم بلا ميك اب ممنوع بتاتا الميك اب. قديش عندك صعب للممثلات انه يقبلوا يطلعوا بدون تبرج في كتير. اذا فينا نقول في كتير ما بيقبلوا بدي اتحدى حيلا مين هلا يعمل حكايه امل وقتها كيف انا صورته كان عمري 20 صورته بلا ميك اب ومن العشرين للخمسين سنه بالقصه وشوهوني وكل شيء واخر همي لانه الممثل اما بده يكون ملتزم او مش لا مش مركز على الشكل يعني ما هون هذا فينا نسال سؤال اخير قبل ما نسلم الهواء رندلا والسينما. السينما عندي شيء هلا اول شيء عندي سيناريو عم بقرا مسلسل رح ينعمل إن شاء الله إذا أوكي استلمه كله من شركتي ومن حدا لما عندك أنت الماجيك بوكس يعني أنت بتقدري لا فيني أعمل بس بدك إنه بدك الوقت المزبوط ولا بدك كمان ممولين معك رندلا لا أكيد ممولين معي مش لا نو مش أنا أكيد وفيلم سيني عندي شيء كمان بس أجلته شوي هلأ لفوت إذا هيدا مش حاله المسلسل إن شاء الله يا رب إذا بلشنا فيه لرمضان يعني عنا لقاء تاني لحتى نحكي عن الجديد. سيدة كتير جريء يعني يبفوت حبس يا ما بفوت حبس يبفوت لا بالنهاية طب ليكي منروح سوا منروح سوا منتسلى جوا إذا واحد ما حكي أو ما عمل إنه خلص بقى بكفي بحيلا دومين بحيلا مساج انت حبت تعطينا لمحة ولا أنا لا أنا ما بقى فرقة معي حدا هلا حبت تعطينا لمحة عنه ولا لا بتخلي لبعدين لا خلي لبعدين
يعني ما بقى فرقة معي هلأ. انه هيدا الدومين عن جد صاير اذا ما بتحطي حد لك مين ما كان يتعدى على كرامتك او على عليك كشغل يعني عن جد يا لبطة وحلوا عني بقى او خلصنا ما بدي اشوفكم يعني خلصنا بقى هيدا الدومين صاير كله وسخانات كله بابازات ومافيات وبلوط بيجي مثلا انا اكتشفت ورا ذات ليلى في كم ممثل مش كم اشخاص بالست شي وبرات الست شي تاني يعني اوسخ من هيك ما شفت بس مش الحال تعلمت صرت اعرف انا مع مين اتعامل بالحياة مع مين كمل مع مين احترم ومين لا هيدا اهم شي يمكن الواحد ما بيتعلم ويحيى لبنان ويحيى هاللقاء الحلو طبعا مستمعينا الحديث مع المخرجة رندلا قديح ما بينتهي دايما هالعفوية وهالصراحة وهالطبيعية انا بدي اقول لك شكرا وعلى مراحل ما بين شبع من الحديث معك لأنه دائما بيكون في عنا أشياء حلوة ونحن رح نوعد حالنا كمان بلقاء جديد بس يتحضر العمل إن شاء الله راد هلأ مفروض إن هلأ لآخر الشهر بعرف إن الله راد أنتوا ونحن كنا بالفترة الأولى من البث المباشر من إذاعة لبنان طبعا كان معكم على هندسة الصوت الزميل المخرج جورج عون ورفقتكم وراء الميكروفون رولا أبوزيد إعدادا وتقديما وتمثيلا وتمثيلا أيوة وطبعا زميلي كوثر حنبوري بتكون معكم بعد موجز أخبار الساعة 11 وما تنسوا خليكم stay tuned على 98.1 و 98.5 FM إذاعة لبنان